عليا النعمة، أنا متجوز حرمتين خلل. ياه، أمال تفسر بإيه اللي حصل ده يا حاج؟ تجننيني، أنت مش كنت معاها؟ إشمعنى أنت ما شفتهوش؟ أصل الحاجات دي ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها، ما بتظهرش غير لأهاليها، وبعدين أنا اتلهيت على عينيا لما لقيتها أغمى عليها. أنا هلاقيها منين ولا منين؟ اللي ناقص كمان تقولوا لي عامل لكم زار، جاتكوا البلاوي، مش واخد منكم غير وجع الدماغ. اللهم احفظنا، عفريت اخوكي ماجد؟ لك عفريت شو انت التانية؟ هذا اخي ماجد، شلون بده يكون في له عفريت؟ اخي عايش. يا رب، يا ريت يا ريت يا ريت الكلام ده يكون حقيقي ويكون اخوكي عايش. ايه رايك نقول الكلام ده لمقصوفة الرقبة زهرة؟ يا تقبريني، وليش بدك اياها تعرف؟ ما انت عارفة انها كانت بتحب اخوكي ماجد قد ايه؟ لو عرفت ان هو لسه عايش وما ماتش عمرها ما تفكر ترجع للحج. يغزل عيش، وكانت تحبه. إيه لو بتحبه ما كانت تجوزت بعد شهرين من بعد ما مات. خير يا ست الكل؟ عمري انت مش ملاحظ حاجه غريبه يا فوزي؟ حاجه زي ايه؟ البضاعة بتاعت اليمش اللي عندنا بقالها كتير قوي مريحة في المخازن. أنا مش فاهم إيه التريحة اللي إحنا فيها دي. اللي بيحصل يا فوزي؟ العملاء بتوعنا راحوا فين؟ والغريب إن في بضاعة مغرقة السوق كله. أنا حاسة إن في حد بيدربني في السوق. لا يا شيخة، ده تلاقي البضاعة اللي في السوق دي أي كلام. مش ده المهم دلوقتي. أنا العملاء كانوا بيتصلوا بيا في الوقت اللي زي دوت يتفقوا معايا على البضاعة، ويمكن قبلها كمان بشوية. إحنا ما كناش بنلاحق على التليفونات نشوف طلباتهم. أنا قلقانة أوي يا فوزي. تقلقيش نفسك، اديني بس فرصة وأنا أجيب لك قرار الموضوع ده. على خيرة الله. أنا لسه شرفته الرجالة. متشكرين يا حاج. بكرة إن شاء الله كل واحد هيلاقي طلبيته عنده. متشكرين يا حاج. اتفضل اتفضل يا بهوات. وصل لهم ممتاز. اتفضل، مع ألف سلامة. سلامة يا متر. اتفضل يا متر. مع ألف سلامة. اتفضل اتفضل. مع ألف سلامة يا سيدي، مع ألف سلامة. يا حاج يا حاج، مش معقول هنلبي الطلبيات دي كلها منين يا حاج؟ الخير كتير والحمد لله. ما هو خلاص يا حاج، خلاص كبرنا، واللي فاضل دلوقتي من الشحنه ما يقضيش طلبيه واحده. ايه ده؟ تتكلم جد؟ امال انت فاكر ايه يا حاج؟ ازاي يا راجل؟ ده احنا جايبين بضاعه بيجي 50 مليون جنيه. ايوه يا حاج، ما هو انت بسم الله ما شاء الله عليك دلوقتي راكب السوق. والبضاعه بتاع الست زهره ما تاخذنيش يا حاج، بقت عامله زي البنات البايره. طب ابعت بقى لنا طلبيه تانية قد اللي جبناها قبل كده مرتين. وهنبيع بنفس الاسعار يا حاج؟ ونزل السعر كمان 5%. ليه يا حاج؟ حرام عليك، انت كده تفلس. مين اللي هيفلس يا واد؟ معاش اللي يقول كده على فرج ابو اليسر. ايوه يا حاج، ما احنا دلوقتي بنخسر. نخسر اكتر ليه؟ احنا دخلنا الحرب يا غشيم، لازم نفضل وراها لغايه لما نكتسحها ونجيبها ورا وتسلم وترفع الرايه البيضه. عايزين نخلص بقى وليها هي وابن ابو اليسر في حضني. يا حبيبتي اهدي، مش كده، ان شاء الله ربنا هيفرجها. انا مش فاهمه في ايه يا نوال، اشمعنى يعني السنه دي؟ انا كده هيتخرب بيتي، ده انا شاريه بضاعه ب 50 مليون جنيه، ما بعتش منها حاجه دلوقتي غير ب 4 مليون بس. دلوقتي يجي فوزي ونعرف منه ايه اللي حصل. فوزي عرفت حاجة؟ عرفت يا زهر، عرفت كل حاجة. طب ما تقول لنا. طب يا جماعة خد نفسي وبعدين أقول لكم. نفسك إيه؟ أنا في مصيبة أتكلم. إحنا فعلا في مصيبة يا زهر، ومصيبة كبيرة أوي. طب ما تتكلم وتقول إيه اللي حصل. عرفت من ورا المصيبة ديت؟ الحاج فرج. فرج؟ أمال فرج وتجارة اليميش بتاعتي؟ دخل حرب معاك يا زهرة وبيضرب تحت الحزام. يعني البضاعة في السوق دي كلها بتاعت فرج؟ ايوه، يا ريت على البضاعه وبس، ده التجار مش ناويين يتعاملوا مع حد في السوق غيره، ده ناقص يعملوا له اغاني كمان ويوزعوها في السوق. ليه يعني كل ده؟ هو بقى له قد ايه بيشتغل في تجاره اليميش؟ جايب بضاعه يعني احسن من البضاعه بتاعتنا؟ مش حكايه احسن ولا اوحش، هي نفس البضاعه وبنفس المواصفات،
بس مش هو ده السبب. ما تتكلم بقى، انت هتنقطني بالكلام كمان ولا ايه؟ يا ستي عايز يضرب لنا الاسعار، بيبيع باسعار اقل من اسعارنا. قد ايه يعني؟ 25%. نهار اسود، 25%؟ ده بيرمي الفلوس في الارض. مش بقول لك ناوي على حرب معاك يا زهره، وحرب ايه؟ ما فيهاش يوم مرحمين. قعد بقى التجار وغرق السوق كمان. بيبيع اقل مني 25%؟ يا فرج، انت ناوي على خراب بيتي بقى. وخراب مستعجل. وعشان ايه كل ده؟ ما ده جزاتي برضه، انا بعت له الواد ابنه عشان يشوفه. الحاج فرج مش من النوع اللي تديله لقمه ويرضى بيها يا زهره. الحاج فرج عايز يشيل الجمل بما حمل. تقصد ايه يا فوزي؟ يعني عايز ياخد الولد يا زهره. ويا ريت على الواد وبس، ده عايز الواد وام الواد. انت قابلته؟ قابلته بعد ما خرج من السجن وقال لي الكلام ده. وبعدين يا زهر هتعملي ايه؟ ده ابتدى يعلن الحرب بجد. يا بنتي يعلن الحرب ايه؟ هو لسه يعلن، ده دخل الحرب معانا وكسب اول جوله في المعركه. بس الحرب بقى لسه ما انتهتش، واذا كان هو الحاج فرج ابو اليسر فانا كمان الحاج زهر. حرب ايه بس يا حبيبتي؟ ما تهوليش الموضوع. ما هقولوش ازاي بس يا فريد؟ انا عندي بضاعه ملايين، انا كده بتخرب بيتي. يا حبيبتي انت بضاعتك حاجه تانية. ما تنسيش ان الحاج فرج ده راجل راسمالي، يعني هو بيبيع البضاعه بسعر اقل، لان هي كمان اقل في الجوده، وبيشتريها طبقه معينه من الناس، ما تقدرش على ثمن البضاعه بتاعتك انت. طب ايه رايك بقى ان انا جبت نفس البضاعه بتاعته ولقيتها بنفس الجوده بتاعت البضاعه بتاعتي، بس بيبيعها بسعر اقل؟ ده كانه واحد بينتحر من دور عالي قوي وعايز ينزل فوق واحد ويفطسه. بقول لك ايه، ما تنسي بقى التجاره والكلام الفارغ ده، وركزي في المشاريع بتاعت الحمزاوي بيه. انا مركزه في كل مشاريعي، لكن فرج ده ما اقدرش اسيبه، انا كده اسمي تهز في السوق يا فريد. ايوه بس احنا عايزين نهدي اللعب شويه مع الحاج فرج، احنا مش قده. انت يا حبيبي مش قده، انا قده بقى وقد 20 زيه كمان، وانا قد 50 زيه. بس ما تنسيش ان هو ماسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا. ماسكك انت من ايدك اللي بتوجعك، لكن انا ما فيش حد في الدنيا يقدر يمسكني من ايدي اللي بتوجعني. انا بقى اللي حلويله دراعه وهخليه يقول اي كمان. ما قلتليش هنعمل ايه. اما انا عندي حته فكره جهنميه. فكرة ايه دي؟ لا صح صح معايا، احنا عندنا شغل كتير. اقف يا محمد. مش فرج عايز بقى يلعب معايا؟ انا حوريله اللعب اللي على اصوله. وده هنلعب معاه ازاي؟ هشتري كل البضاعة اللي عنده، كل الكمية. انت فكرة ان ده راجل هبل هيبيع لنا بضاعته كده بسهولة يا زهرة؟ وانت فاكرني ست هبل هروح انا اشتري منه البضاعة؟ لا طبعا، انا هصدله ناس تانية خالص واشتري منه كل البضاعة بكل الكمية، وفي نفس الوقت هبيع البضاعة بتاعتي برخص التراب، أبين له إن أنا خلاص فرفرت في السوق، وبعد ما أخد البضاعة كلها هبيع بضاعتي على بضاعته وبأعلى سعر كمان. أهلاً أهلاً يا باشمهندس. أهلاً بيك يا حاج. اتفضل استريح. شكراً أوي. حجاج، عايزين قهوة مظبوط قوي للباشمهندس، وما تخليش جنس مخلوق يخش علينا. يا مرحب يا مرحب. يا مرحب بيك، الله يحفظك. خير يا حاج؟ إيه الموضوع اللي أنت كنت عايزني فيه؟ مش لما تاخد نفسك الاول وتشرب القهوه. ازاي الحاج؟ ما شفناهاش يعني بضاعه السنه دي في السوق. البركه فيك يا حاج. السوق ملوش كبيره يا باشمهندس. ايوه بس له اصول، والضرب تحت الحزام ما يصحش برضه. انا ما جيتش ناحيتها، انا كان عندي شويه بضاعه ما لهمش لازمه نزلتهم في المزاد. المزاد ده يتعمل في السر يا حجوج. انا جبت التجار هنا وجمعتهم وقلت لهم اصطفلوا مع بعض وخلصوني من البضاعة دي. ادخل. كريم اتفضل. بس برضو ما كانش ده العشم يا حاج، ده مهما كان برضو زهرة ام ابنك. كويس انك انت فتحت الموضوع بنفسك. موضوع ايه يا حاج؟ مش انت بتقول ان زهرة ام ابني؟ انا كمان بقول لك يا باشمهندس ان زهره تبقى مراتي. انت تقصد كانت مراتك يا حاج؟ انا ما طلقتهاش يا باشمهندس. ايوه بس المحكمه حكمت بالطلاق، وبناء عليه ماجد اتجوزها. بعد كده ماجد الله يرحمه مات، وطلعت له شهاده وفاه، وبناء على الشهاده دي انا اتجوزتها. بس انا معايا حكم استئناف ببطلان الطلاق، يعني ماجد الله يرحمه لو كان عايش يبقى جوازه منها باطل، وكذلك يا باشمهندس جوازك انت منها باطل. أنا بقول نسيب الموضوع ده للمحكمة تحسمه يا حاج.
طب ما بلاش شغل المحاكم ونتراضى احسن. نتراضى ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني انا كل اللي عايزه مراتي وابني. طب مش عايزني انا كمان يا حاج؟ يا حاج دي حامل مني. انا يا سيدي مستعد استنى لغايه الست ما تولد وتكتب ابنك باسمك وتاخد اللي فيه النصيب وتخلع. اخلع؟ ما انت كده ولا كده مخلوع، مخلوع شرعا وقانونا. فبدل ما تطلع من المولد بلا حمص، انا يا عم هخليك تكبس شويه حمص. تحب تاخد قد ايه؟ لا حد يفتح الله. هتخسر الجلد والسقط. طب سيبنا افكر يا حاج. يلزمك قد ايه عشان تفكر؟ انت مش بتقول لما زهرة تولد؟ يعني لسه بدري على الكلام ده. تحب اكتب لك شيك بخمسة مليون؟ ايه؟ لا لا يا حاج، لما تولد زهرة. ماشي ماشي يا باشمهندس، فكر براحتك زي ما انت عاوز، بس خد بالك هتخسر الجلد والسقط. وعرض عليك كام يا فريد؟ 10 مليون جنيه. ياه والله مبلغ مش بطال. انا لو منك اوافق. يا سلام، انا بيعك ب 10 مليون جنيه؟ امال تبيعني بكام؟ ب 15.